هنعمل ايه يا بنت؟ الامتحانات قربت، هنشوف اي سنتر نشترك فيه. ماشي. ايه ده، شوفي مين اللي هناك. ايه ده، دي هايدي. ايه ده يا هايدي، انت بتعملي ايه؟ انا مش بعمل حاجه. قولي انت بتعملي ايه بجد؟ مش بعمل حاجه. وايه الاندومي ده؟ انت بتعملي ايه ده؟ وايه الاندومي ده؟ ليه؟ عشان مفيش حد بيصرف على البيت، وانا الوحيدة اللي بصرف عليه عشان اجيب العلاج. طب ام احمد ومحمد فين؟ هما مش بيصرفوا على البيت، هما على طول في مشاكل وحوارات، مفيش حد بيصرف على البيت. فقلت يعني حاجة اللي هو اشتغل بيها، او زي مشروع صغير امشي بيه حالي عشان اعرف اجيب العلاج. طب يا بنت، هو الاندومي ده بيجيب مصاريف اصلا؟ يعني اخر الشهر ممكن بيتبقى مبلغ صغير كده بجيب بيه العلاج بتاع ماما كده يعني، وامشي بيه حالي. ولو بقى حاجه اجيبها ليه؟ طب انت عايزه اي حاجه مننا؟ لا شكرا يا بنات. بس انت كده هتقصري على الدراسه. لا لا عادي، انا بخلص لما تخلصوا بطلع وبذاكر عادي. ماشي يا هايدي، لو انت احتجتي اي حاجه مننا قوليني، احنا معاكي على اي حاجه. شكرا لكم يا بنات. بس ممكن طلب؟ طبعا اتفضلي. محدش يقول للبنات اللي معانا في المدرسة وفي الدرس ان انا ببيع اندومي عشان ما تحرجش قدامهم. انتي بتهزري، استحالة نقول لحد. طبعا. شكرا اوي يا بنات. على ايه؟ على ايه يا حبيبتي؟ السلام عليكم. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا هاخد دولت. ماشي. تمام ماشي. انا يا عمو. طيب ايه؟ لا مش عايز باقي، انا شايفك مجتهده وبتسعي، فانا عشان كده مش عايز باقي. لا يا عمو ما ينفعش. ليه بس؟ ما ينفعش اخد اكتر من حقي. خلاص ماشي. شوفي يا توحة، هايدي بتعمل ايه؟ انا اتضايقت قوي عشانها. انا كمان، بس لازم نساعدها. عشان كده ما كانتش بتيجي المدرسه. لازم نساعدها ونجيب لها الملازم والكتب اللي هي مش معاها. ممكن نعمل كده. طب احنا مش معانا فلوس. انا ممكن اخد من ماما. ماشي. وانا كمان ممكن اخد من باباي. ماشي ماشي، فكره جميله قوي. ربي، مش عارفه اتاخر ليه. اكون اتاخرت ليه يعني؟ ايه يا محمد، دي مواعيد يا محمد. عادي بقى، ما انت تتعودي بقى. لا مش هتعود، مش كل مره كده. واقفه بقالك كتير؟ بقالي كتير، مواعيدك زفت قوي، بقالي اكتر من نص ساعه. ايه الحلاوه دي؟ شفت صريحتك بكلمتين ازاي؟ يا بنت والله على ما بقدر بقى اخرج بقى، وامي بقى والعلاج يا محمد، وتعبانه وهموت. حوارات بيت، بصي خنقت وجاب اخري. يا محمد ربنا يشفيها، بس ادعي لها. يا ستي يا رب يشفيها والله. انا بص اقسم بالله لو عليا اعمل لها المستحيل، بس احمد اخويا الكبير ده اقسم بالله بصي مطهقني في عيشتي، مخليني بعاند معاه في كل حاجه. معلش، انت الصغير اسمع كلامه بقى يا محمد. لا عشان صغير اسمع كلامه؟ المفروض صغير هو اللي يصغر دماغه معايا، مش يعمل عليا راجل البيت ويعمل عليا كبير. معلش. بقول لك ايه، وحشتني قوي. هنخرج فين النهارده؟ بص انا هخرج اي مكان انت عايزاه، شوفي اغلى مطعم في المنطقه دي كلها واكلك فيه. هايدي، احنا جبنا لك الملازم. بجد؟ والله. بس ليه تعبتوا نفسكم؟ ولا تعب ولا حاجه يا بنتي، احنا اخوات. شكرا قوي ليك، مش عارفه اشكرك ازاي. على ايه؟ على ايه يا حبيبتي؟ طب بصوا خليهم معاكم عشان ودوني بكره في المدرسه عشان مش هعرف اشيلهم. ماشي ماشي. باي. شكرا. على ايه؟ عارفه يا حبيبتي، قول بس ان انت اصلا ما تقدرش تعيش من غيري. ما اقدرش اعيش من غيرك ليه؟ كنت تليفون انت ولا نت ولا ايه؟ ده انت يعني ست. ست يا ابني، الستات دول احلى حاجه في المجتمع ده كله. مين اللي قالك الكلام ده؟ مين اللي قالك الكلام ده كله؟ اسال مامتك بس، قول لها هم الستات دول ايه في المجتمع، بيعملوا ايه يعني؟ الستات دول بيفيدوا ايه في المجتمع؟ حافظينه ايه بس؟ بقولك ايه، ده الجنة تحت اقدام الامة. ده انتوا نكد وهم وغم
نكد. إيه؟ احنا من غير بص انتوا من غيرنا ما تقدروش تعيشوا، ده احنا اساس البيت، احنا العمود، فاهم يعني احنا اساسه. حافظه لك كلمتين من على النت بتقولهم. كلمتين ايه بس يا عم اسأل. ايه ده محمد، هي دي مش هايدي اختك؟ اه هايدي. بتعملي هنا هايدي؟ مش بعمل حاجه. مش بتعملي حاجه يا امال؟ ايه ده اوعي بس يا نجوى. اهدى يا محمد. بتعملي ايه قولي لي؟ يا محمد مش بعمل حاجه يا محمد، افهمني بس. يا محمد اهدى بس يا محمد، عايزين نفهم فيه ايه. اهدى انت. طيب يا نجوى بعد اذنك فهميني انت بتعملي ايه دلوقتي يا هايدي، عشان بص احنا في الشارع. ايه ده؟ انا مش بعمل حاجه. امال ايه ده؟ يا محمد البنت خايفه بالراحه. بتبيع اندومي يا محمد، في ايه يعني؟ بتبيع اندومي؟ بتبيع اندومي ايه؟ يا محمد اهدى اهدى يا محمد اهدى. طب يا نجوى. طيب يا نجوى اوعي. اهدى يا محمد. في ايه؟ عايز تضربني؟ عايز تضربني زي كل مره؟ ايوه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت محتاجه فلوس. ما انتوا مش بتصرفوا على العلاج، ما هو مش بتجيبوا لها العلاج. امي رايحه تبيع اندومي؟ انتوا في نفسكوا بس، ما بتفكروش غير في نفسكوا بس، ما بتفكروش في حد تاني. يعني اخرتها اخرتها هايدي تنزلي تبيعي كده، تقفي في الشارع كده زي المتسولين؟ امال المفروض اعمل ايه؟ اسيب ماما لغايه ما تموت؟ طب ما انا واحمد بنصرف يا هايدي. بتصرفوا انتوا على طول في مشاكل وخناقات وحوارات، بتصرفوا فين؟ طب لمي القرف ده يلا وقومي. لا يلا يا هايدي عشان ما تركيش في الشارع. خلاص بقى يا محمد اهدى. انت مش شايفاها بتعمل ايه يا نجوى؟ بالراحه يا محمد، عيله صغيره وانت صح، ما بتصرفوش على ماما ليه؟ ما اخوها الكبير يصرف وانا اللي هصرف. طب اهدى وطي صوتك كده وتفهموا مع بعض، هي مالهاش ذنب. يلا يا هايدي. استني يا ست، لما اجيب اخوك الكبير يتفرج انت بتعملي ايه؟ يا محمد خلاص بقى، البنت خايفه. ايه يا احمد؟ نبي يا احمد لما ترد عليا ما تدخلنيش صوتك بس في التليفون. انت فين؟ ماشي تعالى يا احمد كده عند مدرسه هايدي. اه في مصيبه، تعالى يلا. سلام. بروح يقول لاخوك الكبير بقى انا ببيع اندومي في الشارع زي المتسولين. اهدى بقى يا محمد. اخوك الكبير جه. انت عمال تكلمني في التليفون وتزعق لي، تعالى تعالى اهو جيت اهو يا عم. خير؟ انت اعمى ولا ايه مش شايف؟ طب فهمني، قول لي ايه ده كمان؟ يعني ايه ده جايبين اندومي تاكلوا ولا ايه؟ انت عمال تزعق لي. ناكل؟ اختك الصغيره نازله بتبيع اندومي عشان تجيب علاج لامها. نعم هايدي اختك الصغيره، اختي الصغيره نازله تبيع اندومي؟ اه. مين قال ده؟ بس اهدى بس اهدى بس، وخلينا بقى نتكلم ونفهم. اختك الصغيره دلوقتي معلش يعني طلعت ارجل مننا، عارف بتبيع اندومي ليه؟ ليه؟ تجيب لامنا العلاج اللي انا وانت بنتخانق عليه، تخيل. اهو انت يا محمد اللي قاعد مع السنيوره ومش عايز تجيب العلاج، وانت بتقبض 5000 جنيه انت مقضيها مع البنات مش فاضي، وقاعد لي مع السنيوره. عيب يا احمد تتكلم مع عليا كده بالطريقه دي، انت عارف ان نجوى انا بحبها وهخطبها، فبعد اذنك يا احمد احنا جايين نحل، مش كل حاجه ناخدها بخناق. تعالى نشوف في ايه دلوقتي. انت بتتخانق معايا عشان مصاريف، ما تقص يا عم في المصاريف. البنت الصغيره نازله هي اللي بتبيع، عشان بتبيع حاجات ملاليم عشان تجيب علاج احنا مش عارفين نجيبه. تعالى يا احمد نحل بعد اذنك، وبلاش تاخد الامور بالطريقه دي. تعالى نشوف في ايه، وبعد كده يا هايدي ما تنزلش تبيع اندومي تاني، وانا يا عم هدفع انا مصاريف العلاج يا عم، بس نرجع مع بعض، ما يبقاش في بينا عنده وما يبقاش في بينا خناق. عليك شايف يا احمد اخره العند ايه؟ خلاص يا محمد، انت ادفع مصاريف العلاج وانا هتكفل بالبيت باسره البيت وبمصاريف هايدي. يا عم انا ما عنديش مشكله في اي حاجه يا احمد. خلاص يا هايدي، هايدي ما تبقيش الكلام ده تاني يا هايدي، ما تنزليش كده تاني، وانا هديلك الفلوس اللي انت عايزاها، وبعدين احنا اخواتك، هو احنا اخواتك الكبار تطلبي مننا. طب ليه ما قلتلناش يا هايدي؟ طيب ليه ما قلتلناش انت بدل ما تنزلي تبيعي اندومي؟ انت مش لسه مزعلها الصبح وغصب عني؟ كتقول لنا كتقول لنا غصب عني بزعلها عشان بلاقيك انت بترمي الحمول عليا. خلاص بقى انتوا الاثنين عشان البنت. خلاص كفايه كده، عشان تعرف يا استاذ محمد لما اقول لك ان الست هي كل حاجه في البيت، ما صدقتنيش لما قلت لك ان هي عمود البيت. شفت اختك عملت ايه؟ نازله تبيع اندومي، اندومي اللي هو مش هيجيب حاجه عشان خاطر علاج ماما. يعني لو هي مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، يعني عشان تبقى تسمع الكلام المره دي.